بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم يا شباب في محاضرة جديدة من محاضرات جغرافية النقل، وهي المحاضرة الخاصة بالأسبوع الأخير من شهر 3. هتتكلم فيها عن العوامل الجغرافية المؤثرة في النقل أو تأثير المكان على النقل، تأثير المكان على النقل. طبعا القناة المحاضرة موجودة على الفيسبوك وعلى قناة اليوتيوب وعلى مدونة جيوتيرن، وطبعا كلهم بنفس الاسم. طيب ان شاء الله المحاضرة هتتكلم عن العناصر اللي جاية. قبل ما نبدأ في العناصر بنتكلم على ان احنا خدنا تعريف جغرافية النقل طبقا لآخر التعريفات يعني اللي توصل ليها المتخصصين، ان هي علم دراسة تأثير المكان على النقل وتأثير النقل على المكان. طبعا قد يكون التأثير ده زي ما قلنا تأثير اجتماعي، تأثير اقتصادي، تأثير سياسي، تأثير أمني، تأثير عسكري، تأثير بيئي، أيا كان نوع التأثير ده، لكن جغرافية النقل بتهتم بقياس أو بدراسة هذا التأثير المتبادل بين الطريق وبين المكان أيا كان نوع الطريق وأيا كانت خصائص المكان. عشان كده هنبدأ النهاردة يعني هناخد تأثير الخصائص الطبيعية للمكان على النقل، تأثير الخصائص الطبيعية للمكان على النقل. المفروض المحاضرة تكون عن تأثير خصائص المكان ككل على النقل، لكننا هناخد المرة دي بس فقط تأثير الخصائص الطبيعية للمكان على النقل، واللي هي بتتناول 5 عناصر، اللي هو تأثير الموقع الجغرافي على النقل، تأثير التركيب الجيولوجي على النقل، وتأثير مظهر السطح على النقل، وتأثير المناخ، وتأثير الحياة النباتية والحيوانية على النقل. وإن شاء الله المحاضرة الجاية نكمل تأثير الخصائص البشرية على النقل، لكن يعني هتكون في محاضرة منفصلة إن شاء الله. إذن هنتكلم دلوقتي عن تأثير الخصائص الطبيعية للمكان على النقل. أول حاجة تأثير الموقع، والموقع في الجغرافيا ليه كذا يعني ليه كذا تعريف، وكل تعريف منهم ينطبق على نوع معين من أنواع المواقع في الجغرافيا. على سبيل المثال الموقع الفلكي غير الموقع الجغرافي، الموقع الفلكي غير الموقع الجغرافي. الموقع الفلكي ده الموقع بالنسبة لخطوط الطول وغير العرض، وده اللي بيحدد مناخ الإقليم وبيحدد الخصائص المناخية لأي مكان. أما الموقع الجغرافي فهو موقع الإقليم بالنسبة للظاهرات الجغرافية الأخرى المحيطة به. وبالتالي التأثير هنا لما نتكلم عن تأثير الموقع على النقل هيبقى مقسوم لجزئين، سواء كان التأثير الفلكي تأثير الموقع الفلكي للمكان على النقل، وده اللي كله على بعضه كده هندرسه بالتفصيل بعد شوية في عنصر المناخ وتأثيره على النقل. النوع التاني اللي هو الموقع الجغرافي، وفي الموقع الجغرافي لو موقع الإقليم بالنسبة للظاهرات الطبيعية المحيطة أو الظاهرات الجغرافية الأخرى، بنلاقي ان الموقع وخصائصه المختلفة بيأثر تأثير مباشر وتأثير غير مباشر على النقل. طبعا كلمة النقل مقصود بيها النقل بكل انماطه. طيب الموقع بيحدد اهمية المكان، الموقع بيحدد اهمية المكان، وبناء على كده بيحدد انماط النقل المختلفة داخل المكان وأهمية هذا المكان بالنسبة للشبكة الكبيرة اللي هو جزء منها. تمام، عشان كده تلاقي ان هما بيقسموا الدور على سبيل المثال الى انواع طبقا للموقع بتاعها في جغرافية النقل البحري على سبيل المثال، او بالنسبة لخصائصها وانفتاحها على البحار المفتوحة من عدمه. فيجي يشكل لك او يقسم لك الدول طبقا للموقع بتاعها الموقع الجغرافي لدول حبيسة ودول تطل على بحار من جهة واحدة،
ودول تطل أو ذات جبهتين بحريتين، ودول أخرى جزرية اللي هي عبارة عن جزر تقع بأكملها في البحار أو في المياه الإيه المفتوحة. على سبيل المثال الخريطة اللي قدامنا دي بتوضح مواقع الدول الحبيسة في قارة أفريقيا، زي إثيوبيا، زي نيجيريا، زي تشاد، زي مالي وغيرها من الدول. ده طبعا بيخليها تختلف عن الدول الأخرى البحرية اللي هي زي في المقدمة زي مصر، زي السودان. مصر على سبيل المثال بتطل على البحار من جبهتين، اللي هي على البحر الأحمر وعلى البحر المتوسط، ليبيا جبهة واحدة، السودان جبهة واحدة، وهكذا. طيب ده ايه علاقته بجغرافية النقل؟ في الحقيقة معروف كده ان من انماط النقل عندنا نقل بري، نقل بحري، نقل جوي، نقل طاقة، نقل بالسكة، نقل اسف معلومات وبيانات. الموقع بالنسبة للبحر او بالنسبة للبحار المفتوحة بيحدد مدى اعتمادية الدولة دي على الايه على النقل البحري في التجارة بتاعتها الخارجية، لان النقل البحري معروف ان هو نقل رخيص، اي نعم بطيء لكنه ارخص وهو الاكثر اعتمادية في التجارة الدولية. وهناخد هنا مثلا مثال، عندك اثيوبيا على سبيل المثال دولة حبيسة، فازاي تصرف الايه التجارة بتاعتها الخارجية، الصادرات بتاعتها، وازاي تستقبل الواردات بتاعتها؟ تضطر في هذه الحالة للجوء إلى الدولة أو إلى أحد الدول المجاورة الملاصقة للمياه المفتوحة علشان تكون هي الممر بتاع البضاعة بتاعتها الآمنة من البحر إلى اليابسة داخل الدولة. فتلاقي أثيوبيا على سبيل المثال، ودي الخريطة بتاعتها أهي، تعتمد في ذلك على خط سكة حديد أديس أبابا جيبوتي علشان تنقل التجارة بتاعتها سواء كانت الصادرات أو الواردات من المياه المفتوحة في خليج عدن على سبيل المثال إلى داخل الدولة، أو العكس في حالة الصادرات بتاعتها. لكن الموقع الداخلي لإثيوبيا ده خلاها تعتمد على جيبوتي على سبيل المثال، وتخلي دايما في علاقات دبلوماسية كبيرة وقوية بين الاتنين. لكن في حالة نشوء أي مشكلات سياسية بين جيبوتي وبين إثيوبيا، أول حاجة تفكر فيها جيبوتي تمنع على طول عن إثيوبيا صادراتها وارداتها، وبالتالي تفضل إثيوبيا خاضعة إلى حد ما في قطاع النقل بتاعها أو في تجارتها الخارجية إلى جيبوتي، وتتحمل نفقات المرور ببضائعها من وعبر جيبوتي. لو خدنا مثال تاني في هذه النقطة على أهمية أو على مواقع الدول وأهميتها وتأثير الموقع على النقل في الدولة، ناخد على سبيل المثال الصين. طبعا الصين قوة اقتصادية كبيرة وبتنافس على صدارة العالم دلوقتي، تجارتها كلها الصين دولة بحرية عندها جبهة بحرية، لكن الجبهة البحرية دي بالنسبة للبضائع اللي بتجيبها الصين من دول العالم أو بتضخها في السوق العالمية، الجبهة البحرية دي بعيدة شوية عن السوق العالمية. بمعنى إن الصين بتلجأ على سبيل المثال في مرور 70 من 70 ل 90% من تجارة النفط بتاعت الصين اللي جاية من الخليج العربي، بتلجأ للمرور في مضيق اسمه مضيق ملقا. المضيق ده بين ماليزيا وإندونيسيا، أوريكم شكل الخريطة بتاعته. على سبيل المثال احنا عندنا ادي ماليزيا، ادي اندونيسيا، وبعدين ده هو مضيق ملقا اللي بتمر منه تقريبا 90% من 60 ل 90% من تجارة النفط الصينية علشان توصل من بحر الصين، علشان توصل من بحر الصين الجنوبي تدخل على طول على هونج كونج والصين بشكل عام. طيب ايه اللي حصل؟ طبعا منطقة ماليزيا ومنطقة
وهذا النطاق من العالم بتمر فيه او بتحمي او بتظهر فيه دايما البحرية الامريكية، على اساس ان هي حليف لبعض الدول الموجودة هنا زي ماليزيا وزي سنغافورة واليابان وغيرها من الدول في جنوب شرق اسيا. فبدأت الصين او بدأت ظهور هذه الحاميات الامريكية او الاسطول البحري الامريكي في هذا النطاق وسيطرته على هذا النطاق، بدأ يقلق الصين ويقلق تجارتها. فبدأت تفكر الصين في بدائل، عايزة بديل عن هذا الايه، هذا المضيق اللي بتمر منه اغلب تجارة النفط الامريكية. طيب فبدأت تعمل ايه، عندها كذا مشروع للتغلب على هذه المشكلة، منها مد خطوط انابيب بينها، ادي الصين كلها اهي، بينها وبين روسيا عشان تنقل النفط والغاز الروسي الى داخل الصين بعيدا عن النقل البحري خالص. كمان مد خطوط انابيب عبر باكستان الى ايران الى الخليج العربي، وبالتالي بدأت تبعد شوية عن الهند اللي هي حليفة اصلا امريكا واللي في مشاكل بينها اصلا وبين باكستان، فاستغلت يعني فكرة ايه، عدو عدوي ايه، صديقي. فهي باكستان والهند اعداء، يبقى والصين والهند اعداء، يبقى اذا الصين وباكستان ممكن يعملوا مصالح مشتركة. وهنا برضو بدأت تمد الصين خط سكة حديد عبر باكستان الى منطقة او ميناء جوادر الباكستاني، اللي هيكون بعد كده نقطة ارتكاز للصين علشان تعمله زي كده ايه، يعني ميناء عالمي يقدر ينافس بعد كده دبي على سبيل المثال. ضيف لكده من ضمن الحاجات اللي بدأت تعملها الصين او بدأت يعني تخطط ليها، ان هي عايزة تعمل قناة بديلة، تعمل قناة بديلة في هذا الجزء من تايلاند، ليه؟ عشان تكون قناة بديلة لمضيق مالقا. ايه كمان، خد عندك كمان ان الصين بدأت تخطط لعمل طريق الحرير، مش بدأت تخطط، دي بدأت تنفذ بالفعل طريق الحرير اللي هو طريق واحد، او مبادرة طريق واحد وحزام واحد اللي هو طريق بري هيمر في اغلب دول وسط اسيا الى اوروبا وغرب اوروبا، وطريق بحري يمر عبر قناة السويس الى برضو غرب اوروبا، وغيرها من المشاريع اللي انت ممكن تقرأ عنها في يعني تفكير الصين في الخروج من المأزق اللي هو بيحتموا عليها موقعها الجغرافي البعيد عن مصادر الطاقة بتاعتها. طيب ايه كمان، ده مواقع الدول. في الحقيقة في نظريات كتيرة جدا بدأت تتكلم عن الموقع وأهميته وتأثيره في النقل وتأثير الموقع في الصناعة وفي الزراعة، وكل ده ربطا بعنصر النقل وتكاليف النقل والمسافة وهكذا. من أهم النظريات اللي ناقشت هذه المعضلات أو هذه الأفكار نظرية المواقع الزراعية لفون سونن. الراجل ده جه في وقت من الأوقات وفي القرن ال17 وبدأ يفكر في المزرعة بتاعته، يربط بين تكلفة النقل والمسافة بين الحقل والسوق أو بين الحقل والمدينة اللي هي بيصرف فيها المنتجات، وبين المحاصيل اللي يجب زراعتها في هذه النطاقات علشان يقلل أو علشان يعظم الربح ويزود الربح طبقا لإيه، تقليل تكلفة النقل. فبدأ يصنف المزرعة بتاعته كده إلى 6 شرايح، كل شريحة المفروض تتخصص في زراعة نوع معين من أنواع المحاصيل طبقا لتكلفة النقل وتحمل هذا المحصول لإيه، لارتفاع أو انخفاض التكاليف. مش هنخوض فيها قوي لأن احنا هنفرد ليها محاضرة كاملة في نهاية المقرر. النظرية التانية اللي ناقشت المواقع وأهميتها نظرية المواقع الصناعية، والراجل ده اللي هو نظرية ألفريد فيبر دي اللي هي نظرية المواقع الصناعية، الراجل ده ربط بين مصدر المادة الخام وموقع المصنع
وبالنسبة للسوق والمادة الخام، وبدأ يصنف المواد الخام كده على أساس مدى الفاقد في المادة الخام وحاجة اسمها معامل المادة الخام، وبدأ يقول إذا كان 2 طن من المادة الخام هينتجوا لي طن واحد بس من المنتج، يبقى أنا المفروض كده أنا عندي فاقد بنسبة 100%، يعني أنا عندي فاقد بنسبة 100%، فأنا كده هضطر عشان ما أتحملش نقل 2 طن أنتج منهم بس طن، لا يبقى أنا خليني كده جنب المادة الخام بالمصنع بتاعي. طب في حالة إن الفاقد صفر من المادة الخام، يبقى أنا خليني في منطقة وسط بين السوق وبين المادة الخام. إمتى يكون الفاقد؟ يعني على سبيل المثال صناعة السكر مثلا من البنجر، إذا أنا بعدت بالمصنع عن المنتج أو عن آسف عن المادة الخام، ده هيخلي المادة الخام بتاعتي اللي هي البنجر بتفقد جزء من قيمتها أو جزء من تركز السكر اللي فيها، أو بتفقد جزء من كمية المادة الخام اللي هي هتستخلص منها السكر، وبالتالي ما بيخلينيش أبعد خالص أو أبعد بشكل كبير عن مصدر المادة الخام دي اللي هي الحقول، فلازم أكون قريب منها. لكن المنتج اللي هو السكر على سبيل المثال، ده خلاص كيلو السكر مش هيفقد لغاية السوق، ده بالعكس ده كيلو السكر هيفضل كيلو سكر لغاية ما يروح للمستهلك، مش هيبقى فيه فاقد ولا حاجة. وبالتالي أي نعم هتكون تكلفة النقل عالية شوية لغاية السوق، لكن ده مش هيكون بنفس الكمية اللي أنا بخسرها من فاقد المادة الخام. وبالتالي قدرت النظرية دي تكون بداية لدراسة مدى العلاقة بين مسافة النقل وموقع المصنع. طيب هل النقل بيغير أهمية الموقع؟ هل النقل، طب ده تأثير الموقع في النقل، هل النقل بيغير تأثير بيغير أهمية الموقع؟ الإجابة طبعا أكيد نعم، لأن عندنا مثال يعني في مصر على قناة السويس على سبيل المثال. هل مصر قبل قناة السويس نفس أهمية مصر بعد قناة السويس؟ طبعا يعني الأهمية بتاعت مصر زادت بشكل كبير جدا بعد شق قناة السويس اللي ربطت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وسهلت عبور التجارة أو عبور البضائع بين البحرين دول علشان تربط منطقة جنوب شرق آسيا بمنطقة أوروبا وغرب أوروبا، وبالتالي أصبح هذا الطريق وضع مصر على أو زود أهمية مصر الاستراتيجية، زود أهمية مصر التاريخية وعلى خريطة العالم. وغير كده من الأمثلة، يعني هل طريق الحرير على سبيل المثال وإحياء طريق الحرير مش هيأثر في الأهمية الاستراتيجية وأهمية الدول اللي موجودة في وسط آسيا وشرق أوروبا على سبيل المثال؟ لابد إن هو هيأثر وهيغير من أهمية هذه الدول. العنصر اللي بعد كده اللي هو التركيب الجيولوجي. طيب التأثير الثاني هو أو العامل الثاني هو تأثير التركيب الجيولوجي على النقل. طبعا التركيب الجيولوجي يعني ليه تأثير غير مباشر على النقل بمختلف أنماطه، فيعني فمثلا التأثير ده بيختلف من نمط لنمط آخر في أنماط النقل. فعلى سبيل المثال لو خدنا النقل البري على سبيل المثال، هنلاقي ان الطرق المرصوفة بتتأثر تأثير غير مباشر بالتركيب الجيولوجي، وده بيكون من خلال العلاقة بين الطريق ومتطلبات إنشاء الطريق ونوع التربة أو نوع السطح أو نوع التركيب الجيولوجي اللي بيعبر فيه الطريق. الشكل اللي قدام حضراتكم ده بيوضح الطبقات اللي بياخدها الطريق علشان نعمل له عملية إنشاء. فبنلاقي مثلا إن فوق الأرض الأصلية أنا بحط سطح ترابي، وبعدين طبقة ما تحت الأساس، وبعدين طبقة أساس، وبعدين فوق خالص الإيه الأسفلت. هذا التركيب بيختلف، سمك هذه الطبقات بيختلف حسب التركيب الجيولوجي. وطبعا التركيب الجيولوجي إذا كانت التربة مثلا تربة طمييه،
وبالتالي بدي ازود طبقة الاساس، غير لما تكون تربة او نوع السطح صخور مثلا نارية، وبالتالي اضطر ان انا او مش هضطر، بيكون مفيد جدا لسطح الطريق عشان انا بقلل فيه طبقة الاساس وبعتمد فيها على الاساس الصلب للتركيب الجيولوجي اللي انا بمر فيه من الطريق او بمر فيه بالطريق. طيب التركيب الجيولوجي بيأثر في ايه كمان؟ في النقل النهري على سبيل المثال، التركيب الجيولوجي ووجود ال حاجة اسمها الاسف العوائق الموجودة في الأنهار أو العوائق النهرية الموجودة في الجنادر النهرية على سبيل المثال، دي بتعيق النقل النهري بالأخص، يعني بتكون مناطق مسارع مياه ومناطق فيها كتل غطسة تحت سطح المية، وبالتالي بيحظر فيها الايه الملاحة النهرية في هذه المناطق. طيب يعني التركيب الجيولوجي بيبقى ليه تأثير آخر في ان انا مثلا لو عندي تركيب جيولوجي ناري على سبيل المثال في المنطقة اللي انا فيها، ممكن استخدم الصخور النارية دي في طبقات الأساس بتاعة السك الحديد كمان، و يعني أبدأ ايه أبدأ استخدم المادة الخام اللي موجودة في البيئة المحلية في ان انا امد الطرق بتاعتي المختلفة او انشئها بشكل سليم. طيب التأثير اللي بعد كده او العامل اللي بعد كده، مظاهر السطح. مظاهر السطح، وطبعا مظاهر السطح بمختلف انواعها بتأثر تأثير مباشر في الايه في النقل بشكل عام. فعلى سبيل المثال يعني بيولوجيك كده او بالمنطق، كل ما كانت المنطقة متضررة كل ما قلت فيها الايه شبكات الطرق. وعندي على سبيل المثال هناخد مصر، في المناطق المنبسطة على سبيل المثال، في المناطق المنبسطة او المناطق السهلية بنسميها، في المناطق السهلية بلاقي في امتداد لشبكة الشوارع بكثافة او شبكة الطرق. في المناطق المتضررة او المناطق الوعرة بلاقي في انخفاض لكثافة الطرق. على سبيل المثال لو انا دي سلسلة جبال البحر الاحمر، شوفوا انا ممكن ابص كده ازوم ان كده الاصفر ده اللي هو الطرق، بصوا كام طريق بس مثلا يعني في هذه المساحة الشاسعة، تلاقي مجموعة طرق كده ايه عرضية بسبب هذا الحائط الايه الجبلي اللي بيفصل بين ساحل البحر الاحمر والوادي والدلتا مثلا. فبص مثلا كل دي سلسلة جبال بحر احمر اللي هي موجودة في مصر، وده طبعا كثافة الطرق اللي موجودة فيها، شوف كام طريق، حوالي 4 أو 5 محاور عرضية في كل هذه المساحة. طيب على النقيض بقى في منطقة الوادي الضيق ده، بس هو منبسط وسهلي وفيه زراعة وبالتالي فيه كثافة سكانية عالية، وبالتالي يبقى أنا محتاج لشبكة شوارع وشبكة طرق كبيرة جدا أو ليها كثافة كبيرة جدا، فلاقي شبكة الطرق مثلا بهذه الكثافة. ده غير طبعا الدلتا، ده الوادي الضيق. تعال نشوف مثلا الدلتا كده في مصر، هتلاقيها يعني كذلك الفيوم مثلا، هلاقي ان هذه الايه هذا الجزء اللي هو يعني يشبه ورقة العنب ده، هلاقي فيه كثافة الطرق عالية جدا. اهو كل ما كانت الارض منبسطة كل ما كانت الايه كثافة الطرق عالية. قيس ده بقى على مستوى العالم كله، هتلاقي مناطق الجبال، المناطق الوعرة، مناطق جبال الانديز، جبال الألب، مناطق الهضاب المرتفعة، هضبة التبت، كل دي مناطق بيكون فيها انخفاض لعدد السكان وانخفاض لعدد لكثافة للطرق وشبكات السكة الحديد، لأن هي بتكون مناطق وعرة وبالتالي بيصعب فيها إنشاء الايه شبكات الطرق والسكك الحديدية. كذلك الحال بالنسبة للصحاري، بصوا كده الصحاري هتلاقيها كده كده الصحاري مناطق غير مأهولة وبالتالي بيقل فيها كثافة الطرق وهكذا. إذن في علاقة وثيقة بين أشكال السطح وبين شبكة الطرق البرية. طيب إيه كمان؟ شبكة الطرق البرية كمان أو شبكة الطرق عموما بتاخد أشكال معينة أو محددة في الإيه؟ في المناطق المرتفعة أو المتضررة.
اديك مثال على سبيل المثال، إيه هضبة السلوم، هضبة السلوم، هضبة السلوم لو انت ملاحظ معايا من الشكل ده، الطريق بتاع الطريق الدولي بتاع مصر ليبيا ده بياخد شكل معين عشان يصعد من النطاق الساحلي اللي هو المنبسط ده المنخفض الى الهضبة المرتفعة اللي بتفصل بيننا وبين ليبيا. شايفين الطريق الزجزاجي ده؟ ده عشان يطلع الايه، الهضبة. ليه ما طلعش كده بشكل ايه، ليه ما طلعش بشكل يعني ليه ما جاش من هنا كده وبدأ يطلع؟ ليه ما جاش هنا كده مثلا على سبيل المثال وطلع كده؟ ليه ما مشيش كده على طول مع ان المسافة دي صغيرة جدا؟ ليه بدأ يمشي زجزاجي كده بهذا الشكل ويمشي كده تاني وبعدين يرجع وبعدين يرجع كده تاني؟ لأن هو بيحاول يصعد الحافة دي بشكل هين وبانحدار هين يساعد على اجتياز هذه الحافة. وبالتالي ده كذلك الوضع في الجبال، جبال مثلا الألب. ليه في مجموعة ممرات جبلية فقط بين جنوب النطاق الساحلي في جنوب الجبال الألب والنطاق وسط أوروبا اللي بعد في شمال نطاق جبال الألب؟ هذه الممرات الجبلية بتحتم على الطرق النقل والمواصلات انها تمر في هذه النطاقات الايه الجبلية اللي بتسمح بها الطبيعة، وهكذا. يعني التأثير بتاع التضاريس على النقل ده تأثير واضح جدا وملموس، تقدر تكتشفه بكل بساطة من خريطة لكثافة خريطة لشبكات الطرق في العالم، وخريطة أخرى للتضاريس في العالم. إيه كمان؟ طيب طبعا الملاحة النهرية بتتأثر طبعا بالظاهرات زي الجنادب وزي الشلالات زي ما قلنا من شوية، وبتكون طبعا الملاحة النهرية صعبة في أو مستحيلة كمان في مناطق الشلالات. كذلك الحال بالنسبة للشعاب المرجانية مثلا في البحار والمحيطات. ليه؟ لأن الشعاب المرجانية بتكون عائق من عوائق الإيه؟ من عوائق الملاحة البحرية في البحار والمحيطات. تأثير العنصر اللي بعد كده بيتكلم على المناخ، والمناخ طبعا زي ما قلنا من شوية إن المناخ اللي بيحدده الموقع الفلكي لأي إقليم، والمناخ طبعا ليه كذا عنصر، أهم العناصر بتاعته الحرارة والمطر والرياح والرطوبة. لو خدنا الحرارة على سبيل المثال، الحرارة ليها تأثير مباشر على النقل. الصورة اللي قدام حضراتكم دي بتوضح يعني قد إيه وسائل النقل بشكل عام بتتأثر تأثير مباشر بالحرارة. عشان كده بتلاقي إن حوادث بتبقى مرتفعة شوية في الصيف بسبب انفجار إطارات السيارات على سبيل المثال. السخونة العالية بتاعة الجو مع السخونة الناتجة عن احتكاك الإطارات السيارات دي بالطريق أثناء السرعة والسير بتؤدي إلى انفجار هذه الإطارات، وبالتالي بتؤدي إلى مشكلة أو وقوع حوادث. إيه كمان؟ التأثير الحرارة على العنصر البشري في النقل نفسه. على سبيل المثال بتكثر الحرارة، بتكثر الحوادث في الصيف لأن ارتفاع درجات الحرارة بيكون له تأثير على السائقين، تأثير نفسي على السائقين، وبالتالي بيفقدوا تركيزهم في درجات حرارة عالية، وبالتالي بيحدث حوادث. طبعا كمان الحرارة ليها تأثير على الطرق نفسها. احنا بنلاحظ في الأسفلت ازاي مع ارتفاع درجة الحرارة بيؤدي إلى يعني إلى تحول الأسفلت من السطح الصلب ده إلى سطح لين تغوص فيه الإطارات السيارات، خصوصا النقل التقيل، وده تلاحظه جدا في الطرق الصحراوية. الحرارة كمان بتأثر على القضبان بتاعت السكة الحديد. احنا عارفين ان القضبان دي معدنية والمعدن بيتمدد بالحرارة، كمان بتأثر على الشبكات نقل الطاقة خصوصا الكهرباء مثلا، الأسلاك الكهربائية دي، وإزاي إن هي بتتمدد مع الحرارة وهكذا. طيب أما الأمطار والمطر ليه تأثير واضح على الطرق المرصوفة، لأن المطر لازم الطرق المرصوفة تصمم بشكل معين أو بميول معينة في القطاع العرضي بتاعها علشان يعمل عملية صرف لمياه الأمطار بعيدا عن سطح الطريق،
ان تسرب المياه دي الى تربة الاساس يؤدي الى تفتتها، وبيؤدي الى تشقق سطح الاسفلت، وبعد كده ممكن يؤدي الى انهيارات في جسم الطريق والى اخره. المطر كمان بيأثر على معدلات الحوادث، بيأثر على سرعة النقل، السرعة في وقت المطر بتكون منخفضة جدا جدا بسبب ضعف الاحتكاك او ضعف التماسك بين المركبات وسطح الطريق، فبالتالي بتبدأ السرعات تنخفض علشان الناس ما يعني ايه ما تفقدش ممتلكاتها وارواحها بسبب هذه الحالة الجوية. انخفاض النقل ده او انخفاض سرعة النقل ده معناه ارتفاع تكلفة النقل، ايه كمان معناه زيادة استهلاك الوقود، معناه كمان زيادة التلوث، وهكذا. كل ده تأثير من المطر على النقل. اما الرياح فتأثيرها بيكون واضح جدا جدا على النقل الجوي والنقل البحري. فكركم في النقل البحري على سبيل المثال في النشرة الجوية، يقدر يبدأ يقول لك ايه، وارتفاع الامواج يصل الى كذا كذا. ارتفاع الامواج ده اصلا ناتج عن الرياح، وبالتالي عند ارتفاع امواج معينة وعند شدة رياح معينة بيحظر او بيمنع اي تحركات للنقل البحري في البحار الملاحية او في الممرات الملاحية المختلفة، وبالتالي بيتوقف النقل البحري. ايه كمان، الرياح كمان بتأثر على النقل الجوي، الرياح بتأثر على النقل الجوي وخصوصا في الهبوط والإقلاع، في الهبوط والإقلاع. وأفكركم بموضوع الأعاصير بتاعت أمريكا وما ينتج عنها من مشكلات في توقف الخطوط الجوية المختلفة. وممكن مثلا على سبيل المثال لو خدنا شفنا مثلا الطائرة دي مثلا ازاي بتحاول تعمل هبوط في وقت الرياح، بدأت مش عارفة تلمس الايه الأرض من الرياح، وباين جدا في المايك اللي بيصور ان هو في رياح قوية جدا. تبدأ تتباين الطائرة بهذا الشكل علشان يعمل هبوط، وبدأ يصعد تاني علشان مش عارف يعمل الهبوط، هكذا. دي يعني وبتحصل مشكلات وكوارث بسبب الأحوال الجوية وتأثيرها على النقل الجوي. وبيقول يقال ان ستة او بعض الدراسات بتقول ان 6% من حوادث او الحوادث الجوية ناتجة عن تأثير الأحوال الجوية. العنصر الأخير في المناخ هو الرطوبة، والرطوبة الرطوبة والضباب طبعا مسؤولين عن مجموعة من المشكلات اللي هي خاصة بالحوادث، وخاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من مصادر المياه. بتلاقي الضباب واضح جدا في الشتاء، وفي ساعات الصبح مثلا الباكر في الشتاء بتلاقي في توقف كامل لحركة النقل، أو في تحذير بيبقى يعني شديد اللهجة بسبب يعني تأثير هذه الظاهرة الجوية على الحوادث وعلى سير النقل. كمان الرطوبة بتأثر على السك الحديد، خصوصا في تأثيرها على المادات الخشبية أو الفلنكات الخشبية اللي موجودة تحت القضبان، لأنها بتأثر أو بتؤدي إلى يعني إيه تآكل الفلنكات الخشبية دي بسبب تعرضها للرطوبة. زي ما انتم شايفين كده مثلا بعض الصور لتأثير هذه الظاهرات الطبيعية على النقل. أخيرا هنتكلم عن تأثير الحياة النباتية والحيوانية. وطبعا الغابات ليها تأثير واضح جدا كنباتات طبيعية يعني على النقل. ممكن من خلال شقين، الغابات كمورد من موارد الأخشاب. على سبيل المثال مثلا أستراليا عندها غابات بتصدر منها حوالي 30 مليون طن مكعب، من 30 مليون متر مكعب من الأخشاب بتصدر سنويا من غابات استراليا، وبالتالي بيقوم عليها مواني كاملة تقوم بتصدير هذه الكمية الهائلة من الأخشاب، وبالتالي هي محرك اهو من محركات النقل. طيب ايه كمان الغابات كايه كعائق بقى؟ عندنا الغابات كعائق بتتمثل في يعني وجود الغابات دي في نطاقات ممتدة من الأراضي، زي مثلا غابات المنجروف وتأثيرها أحيانا على الربط بين المناطق الساحلية والمناطق الداخلية في البلاد مثلا،
وكمان غابات المنجروف دي بتحول أحيانا دون إقامة المرافق كما في منطقة غرب أفريقيا. أحيانا الغابات بتكون عائق شديد من عوائق مد الطرق بين المناطق المختلفة في البلاد، زي ما هو موجود مثلا في حوض الأمازون والكونغو، وتأثيرها الواضح على الخطوط الحديدية والطرق. طيب، أما الحيوان الطبيعي ناخد منه مثال على سبيل المثال، إن الحيوانات الطبيعية زي الفيلة وزي الرنة واللاما والكلاب والإبل وغيرها، كل دي كانت لغاية فترة قريبة جدا بتؤدي دور كبير في النقل، وبتعتمد عليها بعض الأقاليم زي المناطق القطبية وزي بعض الأقاليم في الهند وباكستان وغيرها من المناطق الجبلية الأخرى والمناطق الطبيعية الأخرى اللي ليها ظروف طبيعية خاصة. هذه الحيوانات بتستخدم في النقل في هذه المناطق، لأنها حيوانات من البيئة الطبيعية اللي بتحتم استخدام هذا النوع من الحيوانات، وبالتالي استئناس هذه الحيوانات أدى إلى اعتمادها أو الاعتماد عليها كوسيلة من وسائل النقل في هذه المناطق، زي الفيل على سبيل المثال في باكستان والهند. أي نعم، يمكن هنا في الصورة دي استخدم استخدام سياحي، لكنه إذا أيضا يعد من استخداماته في النقل. ده الحيوان الرنة، وإزاي حاطين فيه عربية صغيرة بيجرها المناطق القطبية في شمال أوروبا وآسيا. طبعا ده حيوان اللاما، وده بيبقى موجود بالتحديد في مرتفعات الإنديز في أمريكا الجنوبية زي منطقة شيلي على سبيل المثال. كده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. وطبعا مش هفكركم إن المحاضرة موجودة على الروابط اللي قلناها للمدونة الإلكترونية اللي اسمها جيو تيرن، والصفحة الفيسبوك اللي اسمها جيو تيرن، وكمان قناة اليوتيوب اللي اسمها جيو تيرن. وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها عشان توصلكم الحاجات أولا بأول. شكرا.